في تسويق الأندية السعودية لنفسها، وعند أيضا التسويق لجماهيرها ببيع تذاكر هذه المباريات، بتصوير مع اللاعبين القادمين، كل هذه التفاصيل لا أحد مفيد تسويقيا باقتناص هذه الفرص من الأندية. بالتأكيد استغلال مثل هذا التوقيت أو هذا الفترة الزمنية لتأسيس نادي الاتحاد واستغلال استغلال استثماري شيء جيد ومفيد جدا لخزينة نادي الاتحاد. لكن دعني في البداية محمد أني أبارك لهذا النادي التسعيني هذه الاحتفالية المرتقبة، وإن كنت أختلف تماما مع ما تحدث فيه مدير المركز الإعلامي الأخ العزيز عادل عصام الدين. دائما النادي الأهلي طبعا كان هو السباق وصاحب الأولويات في الكثير من الأمور، وإذا ما سعى الاتحاد بس ما احتفل 90 عام هو يقول لا، الأهلي كان أول نادي سعودي احتفل باليوبيل الذهبي صحيح قبل الاتحاد صحيح. بعد بدأ لك، فكانت هي أولوية أهلوية في هذا الشان. فبالتالي مع كامل التقدير للاتحاد، احنا كلنا في هذه اللحظة يعني نحتفي بالاتحاد الكيان الكبير النادي العريق طيب. صاحب الأمجاد والبطولات، لكن بالنسبة للأولويات هي مرتبطة ارتباط خلينا نقول حصري للنادي الأهلي، وبالتالي انبثقت من هذه الحصرية رغبة طيب. الاتحاديين وبقية الأندية. طيب يبغالنا على كذا لجنة توثيق خاصة بأول من يحتفل وآخر لا لا بالعكس أنا بس على أساس أن ننسب الأشياء إلى أصحابها الأساسيين محمد صحيح. لا أنا لا أقول بالعكس، أنا في قمة سعادة اليوم وشارك الاتحاديين أفراحهم، نادي عريق ببطولاته بجماهيريته بتاريخه بعمادته، لكن الأهلي الجار اللدود يمكن هو كان سباق في مثل هذه الأمور وأعطى صورة جيدة أو انطباع أمثل لنادي الاتحاد حتى يستغل مثل هذه المناسبات لاستغلال الموارد المالية لخزينته. واضح. اليوم قبل الحلقة